لا يوجد سؤال واحد في اي امتحان من امتحانات الثانويه العامه به خطأ، ولكن هي كانت اللي احنا تبنيناه اضافه بدائل لنماذج الاجابه. فالناس تروج بقى يقول لك غيروا عدلوا، ده لصالحك. اللي احنا بنعمله ده لصالحك، لصالح ابننا انه يبقى ازاي عامل اجابه صح ولا احسبها له غلط. وده كان الهدف من انشاء اللي هي الفيديو كونفرنس مع مقدري الدرجه. الناس اللي بتقدر وبتكر تعديل نموذج الاجابه لجنه متخصصه على درجه عاليه من الكفاءه والمهنيه والحياديه. اي حد من التعديلات اللي احنا قلناها وما اتطبقتش تعال اشتكي لي لو اتظلمت ولقيتها ما اتعملتش. الروابط الالكترونيه التي رصدها فريق مكافحه الغش بغرفه العمليات بوزاره التربيه والتعليم. عايز اقول هذا العام تحديدا لجان امتحان بلا غش جماعي نهائي، مفيش غش، مفيش حاجه اسمها اولاد اكابر، انتهى هذا الكلام خلاص. تم التعامل مع اللجان الملتهبة في المحافظات الثلاث بكل مهنيه وحرفيه، تم تركيب كاميرات، تم تغيير رؤساء اللجان، تم ارسال لجان من خارج اللجنه لتمشيط اللجان، وبالتالي تعاملنا معها بحرفيه. ده مش عشان نضايق حد ابدا، بتكافؤ الفرص والعداله بين الطلاب، دي اكتر حاجه انا بقولها مره ثانيه بختم بيها.